قلت له ما شاء الله تبارك الله لا طلع ولا ست قدامي ضحك ضحك من قبل انا اقول والله صادق ابو متعب ممثل قادم الساحة بقوة لكن من ناحية النقد انا انت قاهدني يطيع المسامي يوم في المشتري في المشتري اي متجر يطيع المسامي ألف ايوه اسم لك على متجر واحد وخذ ياخذ بكره منك وخذ منك يا ولد بقول كل ما عاد بكره ما شفتوا شيء حلو ما هو نقد هذا ما هو نقد ما من نقد لنا كمل بقي مدح طيب انت خلاص هذا اللي عنده لا هو ما وضحت له صوره قال راح يشوف شيء الحين يقول له وش السالفه ابو شبيب الله ونرجع له علي اي علي يبيك ابو شبيب وش الشيء اللي ما يناسبك ابو شبيب ما كنت اتوقع شخصيته كذا هو نوع لكن يندفع اذا عصب قطوره انا كنت احس انه هو اللي اهدى واحد اهدى واحد بيهدينا هو نعم لكن يندفع طيب هو ترى ما يعصب الا على حق يعصب على حق لكن بعض المعلوميه ترى ابو شبيب ما يعصب الزعل هو اللي اليوم اسمه اي انا اقصد انا اقصد اقصد كذا اليوم اسمه يا ما انا الله عما طلع ويام شفته خانق شفته يا ولد ما اقدر يعني تشوف انه عصبي عصبي انفعالي جدا هذا العذروب اللي تشوف انه طيب في بعض الناس عاطفي بعض الناس انفعالي بعض الناس صحيح. ناس جناس طيب نواف بن فرزان نواف بن فرزان ترى كم دين بيه ما انتبه عذاريبك واجد بن فرزان وقفت عليك قبلك راكان ومناع بن فرزان يا حبيبي اترك الفقره انت وقتك اي ما قلت هذه مو بحقد يا اخوان عد الخوي ليتني بديت من عندي اندفاعي عشان افهمكم الصوره كيف انت اندفاعي بن فرزان ها اندفاعي طيب اندفاعي بس شوف ايه اندفاعي طيب انا عليان بمتى ليش اقول انا اعوذ بالله من كلمتها عليان اشوف العليان شوف احيانا المجامل في بعض المواقف حلو انت ما عندك مجامل على طول حلو ذكرت المواقف طيب ابو شبيب ابدا من يمين ها؟ مجامل يا اخوان نصيحه تراها بس ابدا من يمين نواف بن فرزان ليش اقول واحد منهم؟ كاركتر ناجح يا اخوان اسمع لا بقول لك طيب سلام محمد ريالتي بقول لك عذروبه انا بعطيك مميزاته بعطيك عذروبه كاركتر ناجح شخصيه مقبوله طول عمرك سوالف مقبوله كل شيء مقبول بس هو ما بعد عرف بالاشياء هذه اللي عنده يعني باقي ما دخل في جو البرنامج عطى البرنامج حقه الى الان باقي عنده اشياء مخفيه يعني هو في عنده اشياء بس ما انا اتمنى اقسم له ما شاء الله تبارك ما شاء الله اتمنى بعض الاشياء اللي هو يملكها انا عندي بس مشكلته الوحيده عذروبه الوحيد انه ما طلعها الى الان ما ادري ايش ينتظر احنا اليوم دخلنا 35 ولا 36 36 36 يعني مر 36 خلاص 36 بس فرق يعني عندك اشياء واجد يا نواف ما سويتها يعني الرياليتي وذا ميت فيه هذا عذروبك مقبول علي انا بن متعب عذريبه عد وغلط اقول لك صح والله انا ترى سريري جبت سريري اسولف يا واحد اكثر واحد يعرفني بس عذريب علي احيان يجي تقاطع اصوات يتقاطع انا ما قلت انت وقت نقد اسمع لا هذه عذريب عذريب شخصيه لا بعطيك انا عذريبي على كلكم شخصكم الكريم كلكم فوق العين والراس اسلم عندي بس انا اقول العذريب اللي في القناه ولا الشخصيه ما يحتاج لكم انتم تملكون عندي لكن عذريبك منو انا يا اخوي دي واحد اوكي انا داري ان عذريبك ركان راح اوكي اسلم عليان احيان تقاطع احيان بس عنده تقاطع الاصوات هذا اللي انا اشوفها في امتي ابو احمد من الناس اللي قريبه مني انا كمحمد مره قريب مني الرجال ذا واعزه واقدره غلا ما يعلم فيه الا الله استعمل. لكن احيانا ما يعطي الرياليتي حقه يعني جالس ولا يقدر يروح ولا يجي ولا يركض ولا يستعمل هذه قناعه بعدين سالته عنها وعرفت الاسباب لكن ما جادلت فيها لكن الحين بما انها فقره اقول حاول تكسر بعض الامور
برنامج ابغى كذا، الجمهور ابغى كذا. بن ملحم انا ما بعد شفت اكرم من ذا الرجال. استاذ كفو الرجال من غير قصور عند اخوياي كل ابوه، لكنه مطفوق عجل يا الخم، كنت ما تدري على الحرام يشلك مع جنوبك، كنت ما تدري وين يوديك. اوه احيان ها يجيب لك كلمه بالبث يا ولد تقول خلها تروح. ايوه علاوي طبعا ترى علي اعرفه من زمان يا الربع، يمكن اعرفه من سنه ونص الى سنتين. نعم الرجال عليك زور، لكن عذروبه نفس الحكايه، ما اعطى البرنامج حقه، يملك اشياء واجد بس عذروبه ما طلعها، ما ادري ليه. انا ما ادري شو ينتظر علي، يعني تبيها قوه جماهير، تبيها قوه قبول عندنا احنا يا اخوانا، بس الى الان ما اعطاها حقه. يعني طيب. علي الرجل الصامت الهادي اللي ما فيه امنيتي، تدري شو امنيتي؟ اشوفه يصارخ. لا بس ابي يقول هذه شخصيته. ركان ركان عد وغلط ذريبه واجد كريم واجد واجد واجد. اول عذروب عنده انه طيب لو ما هي طيب اول شيء اسمع يلا اسمع كيفي عبر عن ما في داخل اطيب من ذا الرجال ما شفت. يعني والله داك لا ابخص حسين الرجال واعرفه ابو سعود في ذا البرنامج، لكن مثل ما قال علي وقال مناحي ركان يملك اقوى جماهيريه فينا، اتكلم بكل صراحه. ركان ركان رجل ناجح بكل المقاييس، قدم عصريات، قدم اشياء واجد، فعاليات، فقرات، بس انا اشوف بعد ما تكفي. بس اللي مطمني في ركان اني قاعد اشوف الاشياء اللي قاعد يكتبها، مجهز اشياء قويه بس اذا ما سواها يا ويلك. نواف بن فرزان ابدا كذا ولا كذا ولا كذا؟ اي تبع كذا كذا يمينك تشقح الطاولات. نواف بن فرزان ودي يبدا من هنا. لا والله ابدا من هنا. شوف كلكم ما بمدح من الايام يلا ما بقول امدح كلكم من عمر فيكم قصور واخوة الايام عقروبه ركان انه بعض الاحيان كيف؟ يعني زي ما تقول يطنش، فاحنا نكون ياكل الموضوع يقوم يمشي، ولا مثلا احنا نسولف مع باله بعيد عنك. هذه لاحظتها فيها انا ما ادري انتم ولا هذه في العزيان وجل من لا يخطي، ان عنده تطنيش ما ادري هي طبيعه ولا هو يسج. راني اروح لديرة ما لا تزعل مني. صح 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 صار صادق مناحي على اتفه شيء زعل شيء؟ على اتفه شيء زعل زعل يعني احيانا انا امون عليهم يعني يمكن واجد يمكن ما بزي الشباب، لكن احيانا من ناحيه يا ولد حتى والله بعض الاشياء اني ابغى اقولها ولا مثلا ابغى اسويها. لا تفصل لا تفصل بكثر منك تقول انه يزعل على طول. لا ما يزعل هو، بس يا ولد يعني اشياء ما تتوقع بس يستحس. ايوه شخصيه الرجال محمد بن ملحم. بن ملحم مثل ما قال والله ابو شبيب ما شاء الله تبارك الله في الكرم، لو يسوي الكرم يغطي، لكن الطفقه والخفه. وانا والله علمته واخر اليوم مغرب ما هي دائما في بعض الاحيان تجي يا ولد لحظات تعاني ولد ايش فيه؟ وتسرع في الشيء يا ولد ما بكذا ما بكذا والله ما بكذا يا اخوي ادري اني انا غلطان بس ما بكذا. علي الشمراني علي لا تجامل علي تراني جالد والله ما جامله والله ما جامله اصلا قلت له تحت البث طيب الزايده انت طيب وقلبك ابيض من ثوبك، لكن بعض الاشياء لا تكون طيب فيها يا علي يا علي يا علي يا علي، لكن هذه طبعه وهو بيعرفها مع الايام. انا كنت فيه ركان ركان تهذيب بسرعه ولا ادمي ولد ما تعرف حياته ايش 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 مر تاثر مثلا قلت له حاجه تحس الغرفه يا ولد كذا ايش بقى قال فلان بفنا طيب وش الدنيا ضابط توقف على حد خله يقول اللي يقول ولا مثلا شاف حاجه ولا درى عن حاجه له خلاص الرجال يتضايق خش ما راح تقول ذا الرجال يا ولد مستبعد لا ما هو ما يحب اللي خياه وذا يزعلون منه هو هذا يقول انا لو ادري انك زعلان علي محمد شبيب ما بفرقد ليش يا اخي لكن هو الرجال تحس بحال واحد قال له كلمه حتى لو مزح خلاص ليش تكلمني كني ناقص عقلي تحس الرجال لا والله ناقص تمام ايه اللي ما في طيب خلني انا ببرر والله لبرر عليه طيب سلام محمد طيب سلام حق عندي تبرير عندي تبرير خلني خلني يا رجل دقيقه اصبر خلني معلمك ابو انا رجع طول عمرك ركان 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 بلا دقيقه بلا دقيقه بلا دقيقه لو سمحت لو سمحت بقول شيء لو سمحت ادري علي متذكر فقره اخر فقره برر عنا اخر فقره انا اللي اتحدث عشان ما يجي
لا تقارع على ابو متعب طلبت اليوم حقك طول لي عمرك ابو شبيب امشي زعل انا طول عمرك سلامه انا ما هو على نفسي بس انا اي رجال انا اشوفه هنا متكدر الخاطر ولا نفسيه والله اني ما عاد اطلع البيت وتعبت معي داخل واشوف وجه عند الرجال واقول انت في خاطرك اعرف كل شيء في خاطره اضيق معه كذا الاسبوع اللي راح كل بخط رعايه ماشي عليهم كل ابوهم اجيه اشوف وجهه مصفوق البيت ضايقه فيه البسيعه يروح يدخل طول عمره سنه ما يجيب وادخل معه واجلس لين يقفل البيت ماشي لين ذا مو بعلي انا اقول لك صح انه علي وتجي وكذا بس اني انا اجي واشوف رجال هنا متضايق خوي متضايق منصف من وجهه والله ما اخليه ما حد يشم ما حد يرضى الله يشم يرضاها وانه يجي اقربها اقربها امس وانه يجي طول عمره سنه يعلمني بخاطره واروح رجال ثاني واعرف شو بخاطره ثم اصلح بين بعض احنا طول عمره سنه دخلنا تحت اسم نسخه البزنس دي ما نبي نطلع منها طول عمره سنه لا قلوبنا كل ابوها نشهد صح على بعض رجال صار وسوى وفعل رجال خذ مال اهم شيء ان نطلع بالذكر الطيب كل رجال فينا يطلع هم يذكرونه بالخير والله العلي العظيم يا اخويا لولا اخويك وش انت لولا كنت وانت انا ما نجحت ولا احد نجح فصف خاطرك بينك وبين رفيقتك ودعوه بسيطه تكلم كمل توضح واجد خذ راحتك حبيبي مناحي تفضل هو بدا انا علمت علي انت تقدر تغني لا لكن مشكلته قل اجلد اذا زعل الواحد ما زعل من يجعلنا كلنا يندفع من هو محمد شبيب يغسل الكل يا اخي انا وش ذنبي انا طيب اوكي انا مناحي رفع ضغطك ليش تحطينا حرته والله هو تهديد الكل مذكور ومشهود صح ولا يا حلو انا انا استرسل ترى الشيطان يستلزم مواقفه يحضر الشيطان يحضر وواحد ينعمي لكن انا يا اخي ايش ذنبي تغسلني مع ذا وتحطني يمكن انا تجيني زعلان فارجع عليك وتكون بيني وبينك عشان ف يهدي بعض يمكن رجال مع طبيعته الله يعينه معلش في تعليق محمد شبيب على كلامك انا والله اني قلته هالايام كنت محمد شبيب ان لم تكن معي فانت ضدي طيب في منطقه رماديه انا فيها يا اخوان ما انت معي انت ضدي من ناحيه اعطيتك المجال ولا قلت يلا تفضل تفضل اسف هذا من الغلط يلا أصف. طيب شوف ابدا من ناحي انا شخصيتي يا اخوان ما تعجبني يعجبني شعري ودي اخذ شعري بس شخصيتي ما ودي اخذها حق لما مقدم الفقره والله العظيم مني اقول لكم الكلام هذا ان ما فيه 1% كذب يعني حاطين شيء ملفقه من عندي ولا اقول في خاطري جميل. ما تعجبني شخصيته لو تغير شخصيته الله اكبر يزين شعره محمد ملحم اتفق الجميع جميع من في القرية بل جميع من خلف الشاشات بل خمسة لا ليس ولا إنه في طفقة الله العظيم علمتك كل ساعة وكل دقيقة وكل يوم يا محمد أنت تقدم البيضة وتضربها بسوداء عدلها طيب يركض ساعة ويجيك بعد ساعة لو راضي فيها ما عندي غير حاجة هذه وكل على الشمراني راح تندم تندم يا جميل راح تندم يا جميل طيبتك هذه ما تنفعك انت مطيبك اضرب طيبه قلبك بس ما تنفعك يا ركان على الهواء غير تحت البث غير يعني قل وش يعني كيف على الهواء غير تحت يعني كيف يعني اللي ناس تحت الهواء يسولف معهم اللي ناس فوق الهواء يسولف معهم تحس انه مراوغ ما لها احد يلعب على مزاجه صدق ما عندي انا والله يمكن هو يعطي كل الناس حقه لا سولف معه بالبد سولف معه تحت البد ما اتوقع لاني جميعكم حافظكم بس اسالني انا ايه. ابو شبيب ايه. عصبي ما هو بعصبي انا احس انه شخص كم اخوياك واجد ايه. برا ولا هنا؟ ايه كم واحد تهاوشت معه برا؟ تدري ولا واحد؟ ولا واحد اجل الجميع يحبك ولا واحد لو في واحد ما يحبك مديه معطيك دليت وخليك تسري مع العرب انت عصبي جدا عصبي فاللي ما يحبك ما يتحملك انسى اخوي عصبيه في كل بني ادم ايه كل واحد لا ترى ابشر كله تمرير مرة نواف بن فرزان مع الخيل يا شقرة صدق ما فيه أنت ما تدري إيش تسوي بس مع الناس ما حد
قال ما عندك ريوس. اعلمك اقصد بمعنى يعني في القريه ما له سياسه يمشي عليها. اجلس جلست قام وقمت طاح وطحت طلع وطلعت جلست جلست كذا نظام كبر من كبر خوي هذا اضرب انا تدري وش اضروبي ها اللي قعدت ما حد مهتم يا رجال ها ما حد مهتم لا احترم الفقره عليانيات حلو انا تبدأ من عندي نبدا التبرير ابرر لا تبرر عن وش تبرر عن الكلام محمد يبرر يعني زي ركان يبرر رأي له كل واحد يبرر عن كلام ركان اليوم ما في والله ما خليه يبرر لا حبيبي شوف انا اسمع من قسم غيري بتكلم على كلام نواف وكلامك لا نواف انا اشوف انه ما احسن التعبير او يمكن خانه التعبير يوم قالوا ناحيه يزعل دقيقه احنا ما تكلمنا ناحيه يزعل على كل حاجه وهذا امر غير صحيح احيانا عليان مثلا تقول له كلمه او يقول محمد شبيب او يقول من يكون يقول له كلمه ما تعجبني مثلا ان شاء الله كلكم ما بكون مكسور بس الاسباب انا ما ودي اذكر بعض الامثله مثل تحت البث عاده تكون تحت البث ما ودي اذكر بعض الامثله بحيث انه ما مبين شيء ما تعجبني ما ودي اقول لك انت راك مخطئ انا اصد عنه يوم اصد عنه هذه اشاره طريقه غير مباشره ترى كلمة هذه قلتها المره هذه المره ما جلست دي قلتها المره هذه لا تعيدها مره ثانيه فانا يمكن بالنسبه لابو فرزان اكثر مره صديت احيانا ولا تجاوز الكلمه اتكلم موضوع ثاني او افتح باب يعني يظن انه انا زعلت انا ما زعلت بكثر ما انا قاعد اعطيك رساله انه ترى الكلام هذا ما رسالة غير مباشره يعني ما جلست بالنسبه لعليان عليان يقول ودي اخذ قصيده ولا تجيب قصيده قصيده كله قدامك ابو متعب يا الله هذا اول حاجه الحاجه الثانيه بالنسبة لشخصيتي مهما سويت قراري واحد أقول لك حاجة شلون؟ قراري واحد مهما سويت أقول لك حاجة ترى شخصيتي ما أقصد شخصيتي فيها عذروب لا بس أنا هذا كاريزما أنا أتكلم كاريزما داخل برنامج أقول لك حاجة مخدة أنا لو أقدر أسوي كاركترك ما ترددت لحظة لو أقدر أسوي كاركتر مثلا أنا ما أقدر صح صح يا أخي أنا ما لو أنا أدري بنفسي أنا لو أغير كاركتري هذا أنا بالجمهور يقبلني بالطريقة هذه. لو إن شخصيتي برا وبالجوال وبسناب أنا هاليوم قلت الركان حتى الركان قال لي ودي أصدق. شخصيتي بسناب تختلف عن شخصيتي هنا. أميل للمرح والفكاهة لدرجة عالية أكثر من البرنامج. لكن بالبرنامج أنا لو أقدر أطبق كاركتر أحد العيال أكون بشكل مثلا فكاهي وأضحك طبقته. لكن أنا أدري أنا ما ودي أطلع بنظر الجمهور بالحضور الباهت اللي ضيع مشيته مشيت الحباب. كاركتر هذا الله ملك الحمد مجديني ومعجبا كلا ودن ايش الخبر يا دادا ايش فيه